بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى الحمد، وبينا أنه انفعال النفس بكل ملكاتها للمنعم بجلائل النعم، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته أن وضع لنفسه صيغة الحمد له حتى يستوي في ذلك القادر على البيان والعاجز عن الأداء. وقلنا إن حيثيات الحمد بدأت الحمد لله، وقلنا أن هذا اللفظ معناه أنه علم على واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي أدتها الأسماء الحسنى فيما سمح لنا أن نعرفه من أسماء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حين يسأل الله بكل اسم هو له سمى به نفسه: أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومما يدل على أن الكمالات في اسم الذات لا تتناهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرض المقام المحمود في الآخرة والشفاعة العظمى لأمته قال: فألهمني ربي محامد، يعني شيء جديد لم أكن أعرفه من إيه؟ من قبل، لأن كمالات الحق لا تتناهى، وإنما هو يعطينا بالقدر الذي يعلم أنه يؤدي عندنا مهمة تكاليف الحياة، وسنعرف له من الكمالات ما لا ينتهي يوم نلقاه إن شاء الله. حين يستهل الحمد بحمد الله، وكلمة الله تعني المعبود، والمعبود بحق، وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق، فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف، والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان: افعل هذا ولا تفعل هذا. فكان المقتضى أن يكون الحمد أولا للربوبية المنعمة بإيجادنا من عدم وبإمدادنا من عدم، لكن أن تستهل بالله المعبود والعبادة تقتضي تقييدا للحركة بفعل ولا تفعل، فكأنه يقول: لو تنبه العاقل لعلم أن الذي يستحق الحمد أولا هو الله المعبود المكلف، لأن المتفضل قد يكون محمودا عند الناس، ولكن المكلف يكون شق على الناس. ولكن لو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمدوا الله على أنه كلفهم بفعل ولا تفعل، لأنه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة. وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي أمان، حركته متساندة لا متعاندة. إذن فالنعمة الأولى هي أنه معبود ومكلف، وبعد ذلك جاءت المسألة المادية الأخيرة في رب العالمين: خلق من عدم وإمداد من عد. الحيثية الأولى الله، الحيثية الثانية أنه رب العالمين. وقلنا كلمة رب العالمين تطمين لخلقه على أن عالما من العوالم الخادمة له
لن يتخلى عن هذه الخدمة، لأنه لا يتلقى الأمر إلا من إله واحد، فليس هناك إله واحد يجعل أي عالم من العوالم يتمرد على المقدوم من الإنسان. فتطمين الناس قال أنا رب العالمين. ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العالم الذي في خدمتي بحكم القهر وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق ذرعا بتصرفي عليه، يضيق ذرعا حين يراني عاصيا لربي، فينبو بي كل شيء حولي، لأن كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا. فيرى الإنسان الذي هو في خدمته عاصيا، هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الإنسان. ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تصويرا يحدد معنى رحمة الخالق التي تطفئ حنق المخلوق. المخلوقات من السماء والأرض والجبال والبحار، يعرض الرسول أن قالت الأرض يا ربي ائذن لي أن أخسف بابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. إذن الأرض نبت بي. وقالت السماء يا رب إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب إذن لي أن أخر على ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. إذن فالعوالم اللي في خدمتي ضجت من أن هي في خدمتي وتعلم جيدا من سخرها لهذه الخدمة، ومع ذلك تراني أنا المخدوم بعصر. فيقول الحق، انظروا إلى كلمة بقى عشان نعرف الرحمن والرحيم، فيقول لو خلقتموه لرحمتموه. دعوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. تلك تجليات صفة الرحمن وتجليات صفة الرحيم، وكيف ضمنت لنا بقاء العالمين في خدمتنا مع معصيتنا لمين؟ مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا. ولذلك أنا قلت مرة في بعض اللقاءات إن ظنون الناس وعقولهم لا تتسع إلى إدراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني، هي إدراكات تستطيع أن تتفاهم مع خالقها. هي ما أقدرش أنا أتفاهم وياه، إنما خالقها يتفاهم وياه، بدليل أنه في الخلق الأول قالت أتينا طائعين، ونسب لها إيه؟ نسب لها قولاً، قالت ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. وهل يقال لشيء أو يقول شيء إلا إن فهم عن القائل وعن المقول له؟ بس احنا ظنوننا ما بتتسعش، بدليل أن الله حينما أخبرنا أنه علم سليمان منطق الطير، علم سليمان أنه فيهم عن النملة، وفهمنا أن الجبال يسبحن مع داود، إذن علمنا أنها عوالم لها إدراكات مناسبة لها. الإدراكات اللي مناسبة لها تخليها تنفعل، بل قلنا أن فيه ترقي، ترقي بأن يجعل لهذه الجمادات عواطف. العواطف دي المشهورة أنها عند الإنسان بس، إنما لما نيجي نتكلم ربنا عن بني عن قوم فرعون يقول إيه؟ أخرجناهم من جنات إيه؟ وعيون وزروع وما إيه؟ مقام كريم ونعمة كانوا فيها، فما بكت عليهم السماوات والأرض. الله، كأن السماوات والأرض لها بكاء.
من يقول هذا؟ نعم لها بكاء، بكت السماوات والأرض، ما بكتش عليهم. إذن فهي تبكي على من؟ لو أنها لا تبكي على أحد ما كانش فيه خصوصية، إنما فما بكت عليهم السماوات والأرض يدل على أن السماوات والأرض تبكي على حد. نعم تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف انفعالها بطاعة التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى، لأن ده هو الإنسان اللي بقى منسجم وياه. فإذا ما كان هناك مكان يرى الإنسان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصية، يقول لك ده زي في الطاعة طوال ده، يوم لما يفرق هذا الإنسان المنسجم معاه يوم يزعل ولا ما يزعلش. ولذلك سيدنا علي قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده، وساعة المكان ما يسمع الصلاة ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم وذلك الإنسان لأنه يعتبر صديق له وياه. إذا لما يشوف إنسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعن فيه، طائع زيه يبقى منسجم وياه. هذا موضعه في الأرض وموضعه من السماء، بيبكي من إيه الموضع؟ المصعد عمله الطيب. إذن فدي لها إيه؟ انفعالات. فإذا قالت الأرض كذا وقال، هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها؟ لمن خلقها. لا يعز على من خلقها أن يتفاهم معها وتتفاهم إيه؟ معها، لأن الأشياء في التكوين منفعلة للخالق، فهو حين يخاطبها. أنت إذا نظرت كده إلى القرآن تشوف إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، شوف بقى، أن يقول له. طب ده قبل أن يكون بقت كلمة له موجودة، ده بيقول له يقول له، وبعدين جت كن بعده، هو لا يأتي إلا بعد كن، فكيف يقول له قبل أن تأتي كن؟ إذن فكل شيء في الوجود منفعل لخالقه. أن يقول له له كن، أمال بيقول لمين؟ طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود، لم يكن موجودا قبل قوله كن، فكيف يقول له؟ يقول له، يبقى ده مستحضر عنده، المكت موجود، يقول له ابرز بس. ولذلك لما سئل ما شغل ربك الآن، قال له أمور يبديها ولا يبتديها. يبديها، في فرق بين أن ذا يبدي مش يبتدي، فكأن حينما يقول له كن فيكون هو بدأها، إنما كن ديا يبديها يظهرها للناس، إنما المسائل كلها مفروغ إيه؟ مفروغ منها. إما كيف نفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الجنة عرضت علي ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت، لو شئت أن آتيكم بقطاف منها، يدل على إنها حقيقة واقعة، مسألة واضحة. إذن فقول الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فكأن الشيء في العلم الأزلي موجود، ولكن الإبداع هو اللي ناقص، لأنه بيقول له ومع أنه لا يوجد إلا بعد كن، هيقول لمين بقى كن؟ يبقى إذن مسائل إبداعية مش ابتدائية. فالحق سبحانه وتعالى يعرض لنا بقى الإيه؟ الحيثيات تحت الحمد. يبقى الله مكلف، لو ما كانش كلفنا بفعل ولا تفعل كانت بقى شقاء، كان القوي يبقى بقوته والقادر بقدرته وكل اللي يقدر يعيش فساد يعمل. إذن فحمايتنا جاءت منين؟ جاءت من التكليف من الإله. كان المفروض إن الامتنان يبقى برب قبل إله، لأن الإله مكلف والتكليف هيقيدني شوية، نقوله لا ده التقييد ده هو الخير لك، لأنك يجب أن تنظر لا إلى تقييدك ولكن انظر إلى تقييد بقية الخلق بالنسبة لك. أنا ضربت مثل، قل هو قال لي لا تسرق من فلان، تقييد لحركته. نظرة الحمق تقف عندها، تقول أيد حركتي، أقول لا، ما هو أيضا قيد من أجلك حركة كل الناس، قال لهم برضو ما تسرقوش من فلان، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى أنت اللي كسبان، لأنه قيدك وأنت واحد، وقيد من أجلك الملايين.
يبقى ما تاخدش انت لا التقييد على انه تكليف لك لوحدك، ده تكليف لكل الايه، ده تكليف لكل الناس. اذن فحيثيات الحمد الله، حيثيات الحمد رب الايه العالمين، وكلمة الرب دي هي كلمة الالف الاول، الالف الاول، لان الخلق من التربية، الامداد كده من التربية، اذن دي الالف الاول قبل ان يكلف. ولذلك حين يعرض الحق لنا في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ما قال لهمش ألست إلهكم، لأن لسه مش حكاية تكليف في عالم الذر، إنما دي ربوبية، ربوبية العطاء، ربوبية التربية. ألست بربكم؟ قالوا بلى. أيوة أنا خلتكم تقروا دلوقتي مخافة أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. الله، إذن دي الإلف الأول لعالم الذر. ومعنى عالم الذر يعني العالم في خمائر تكوينه، مش العالم في نهائية تكوينه، عالم في خمير التكوينه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي الآية مثلا نفهم الآية كده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، طب هم مين بنو آدم؟ فهم الآية كده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، مش دول بنو آدم؟ طيب أدى المأخوذ مين؟ أدى المأخوذ منه. طب إذا كان بنو آدم من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، يبقى ده المأخوذ منه، فإيه المأخوذ إيه بقى؟ ذريتهم. طب ما هم مفهوم الكلام؟ أو وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، هذا المعنى يعني. الله، ظهور بني آدم، من هم بنو آدم؟ الخلق من أول آدم إلى إيه؟ إلى ساعة، هذا هو المأخوذ منه، هنجيب ظهور دول وناخد منهم ذريتهم. قال له طب ما دام الخلق، ما دام من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، ما هم عين الإيه؟ هم عين الذرية، يبقى اتحد المأخوذ والمأخوذ منه، اتحد المأخوذ والمأخوذ منه. طب هي إيه الفرق؟ وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم، من هم بنو آدم؟ من آدم إلى أن تقوم الساعة، ومن ذرية هؤلاء؟ طب هم يبقى إذن اتحد المأخوذ والمأخوذ من، يبقى كلام مش يجي الحديث يشرحها، يقول إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته كالذر، وخاطب الذرية ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني وإذ أخذ ربك من ظهر آدم ذريته، كل الذرية. وإيش معنى قال من ظهور بني آدم؟ قال لك لأنها متداخلة. إزاي؟ أنا ضربت مثل بسيط عشان نقرب المعنى، قل إن الإنسان منا حي الآن، حياته ممتدة لحد ما أخذ الحياة دي من الميكروب اللي انفصل عن أبوه. الميكروب ده كان ميت ولا حي؟ حي. وانفصل عن أبي الحي ولا لا؟ طيب وميكروب أبيه، وميكروب أبيه سلسلها كده لمين؟ الله. يبقى إذن أنا في حياة موصولة إلى آدم، في حياة موصولة إلى آدم، حياة موصولة إيه؟ لو طلق الموت على سلسلة منها لانقطعت، لو الميكروب اللي جه من ظهر أي جد من أجدادي مات انقطعت. يبقى إذن حياتك أنت عن الميكروب اللي نشأ من حي هو أبوك، وأبوك عن ميكروب حي نشأ من إيه، وهكذا وهكذا. يبقى إذن فكل حي فينا فيه حياة موصولة لآدم، وفيه جزيء موصول لآدم، لأن برضو الميكروب اللي جاي حتة من أبويه هو نفسه
كان حته من جده وهو حته من جده وهو حته من جده وهو الله. تبقى المساله لما توصل لادم يبقى كل واحد منه في حته من ظهر من ظهر ادم، فيه حياه من ادم وفيه ايه جزيء. وقربت المساله دي بانني قلت اذا جئنا بقاروره ماء وجئنا بسنتيمتر مكعب من مادة ملونة حمرة مثلا، السنتيمتر المكعب ده لو وضعته في قارورة الماء ورجيت القارورة هزتها للمزج يبقى كل قطرة من قطرات الماء فيها جزيء من المادة الحمراء. طب هبني جئت بالزجاجة دي ووضعتها في برميل، برضه لو خدت قطره من البر هيبقى فيها جزيء من الله. طب لو رميتها في بحر ورجيت البحر كويس قوي قوي، برضه لو خدت اي قطره من اي حته هيبقى فيها ايه جزيء من الله. احنا كده كل واحد منا فيه جزيء من ادم، الحياه ممتده من ايامها والجزيء المادي ممتد من ايامها. يبقى لما ربنا بيقول واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، هيجيب السنتيمتر الايه سنتيمتر الذر دي ويخطبوا ألست بربكم قالوا بلى قالوا. يبقى إذن كلمة رب دي هي الإلف الأول قبل ما نتوجد، وهي الإلف المصاحب أيضا. إزاي؟ أم قال لك ساعة الإنسان ما أسبابه تضيق به والهموم تحط به والمهالك خلاص ما فيش أسباب الإنسان ما جن. شوف قال إيه بقى يوم حيفتكر كلمة رب بقى دلوقتي. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، مش قال دعا الله، لأن الرب دي هو المتولي الإيجاد والإيه. قال له مش أنت جبتني في الوجود، مش أنت اللي ربتني، أنت اللي تقدر تعمل كده لأن الأسباب ما فيش ما تقدرش عليه. آه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، مش كده؟ ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه وجعل لله أندادا ليضل عنه. يقول لك لا أصلاني كنت ناصح وكنت محتاط للمسألة. يا أخويا أنت كنت عمال فازع إلى الله وعمال تتقلب على يوم تقول يا رب ما فيش إلا أنت. يبقى إذن كلمة الرب هي لا تزال الملاذ لنا إلى الآن. يبقى هي من الأول في عالم الذر وهي رب الإيه رب العالمين. وبعدين قلنا الرحمن الرحيم، تلك نعمة تستحق أيضا الإيه تستحق الحمد. وكلمة مالك يوم الدين دي بقى دي عمدة اللي تستحق الحمد الكبير. ليه؟ قال لك لأنه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف وأراح نفسه وشقي الملتزمون بالتكليف. يبقى كونه ملك يوم الدين دي نعمة هي اللي بتوزن الوجود. ليه؟ قال لك لأن لو أنه ما هوش مالك يوم الدين كان الإنسان من إذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياة. ليه؟ قال لك لأن أنت حركتك إذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنيا ولكنها لا قد لا تنتفع بها إلا في أخراك. يبقى أكن ثمرة التكليف مش هتفهم في الدنيا لأن أنت سلوكك منظم بالنسبة لغيرك فغيرك اللي انتفع بأنك كويس، إنما أنت شقيت بأن غيرك مش كويس. يبقى لو ما طمنيش وقال لي ده بقى ما انا مالك يوم الدين يعني ما تفتكرش انها ضاعت ده عندي. يبقى طمني تطمين ايه؟ تطمين كامل. لما نيجي ننظر الى كلمة مالك يوم الدين او مالك يوم الدين قراءتين يعني، ولذلك تلاحظوا انها مكتوبة في المصحف ميم لام كاف، وبعدين القراءة اللي تقراها ملك تبقى ماشية، وبعدين فيه مادة كده اللي يقراها ايه مالك. ففي قراءتين. اذا ادركنا سر حذف الالف هنا،
علشان الشكل يخدم الاسمين. ان قرأتها مالك المادة هي، وان قرأتها ملك تبقى الصورة موجودة عندك ملك. الله. فيه لما تيجي تنظر الى المسألة دي تجد ان الناس لما قالوا ايه مالك وايه ملك، المالك كل واحد يبقى مالك، انا املك عبيتي، املك المتاع بتاعي، املك اي حاجة، انما مش كل واحد ملك. يبقى الملك له تصرف على المالكين، يبقى ملك يبقى ايه، يبقى اعلى يعني. نقول له طب كويس قوي، لكن هو الملك ده صحيح تصرفه اعلى على المالكين؟ انت مالك وهذا مالك وده مالك وده مالك وده مالك، كل واحد مالك اللي عنده ايا كان اهو مالك، لكن لما يجي الملك يبقى على الايه، على الكل. نقول له له المالك يتصرف في ملك الغير؟ ده ما يتصرفش في ملك الغير. ها؟ ما هو ما يتصرفش في ملك الغير. انت تعرف الملك دي او الرئيس او حاكم الدولة او لاخره، رئيس على مين؟ رئيس على المخالف لقوانينه بس، انما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوة عندي وانا ماله ماله. يعني متى يكون رئيس عليه؟ مخالفه، انما ما دام مش مخالفه ولا اي حاجه خلاص انتهى. الله. اذا مش معنى، فالذي راى ان ملك يبقى يدخل في حوزه تصرفه مالكين، راى ان كلمه ملك ابلغ من مالك. والذي راى ان مالك لا يتصرف في مال غيره، بل هو جاء ليحافظ على ايه؟ خمسة اشياء. قاعد كده عينه مفتحة لأمته او لرعيته عشان يحافظ على خمسة اشياء للناس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. مهمة الحاكم جاي يعمل ايه؟ انه حافظ لي على دول. اذا فهو بيحافظ لي على ما املك، مش بيتصرف فيما املك. يبقى جاي لي، جاي لي انا. يبقى يقول لك اذا هنا مالك ابلغ من ملك. انما اقول لك لكن الملك في ظاهر الامر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين، فقال لك تبقى ملك أبلغ. ولذلك ربنا حيدينا يقول لك أنا تركت كلمة ملك لخلقي، يبقى ده ملك وده ملك وده ملك وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء، لأن دي أسباب دنيا الأسباب. لكن لما نيجي في اليوم الآخر بقى لا مالك ولا ملك، لا مالك ولا ملك. ولذلك قال لك ايه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ. طب ما هو الامر في كل وقت لله. قال لك لانه نمد بعض امره لخليفته في الارض، يبقى في دنيا الاسباب اللي احنا عايشين فيها ادى شيء من عنده لبعض الخلق، انما في الاخره لا. إذن بيطمني على أنك إن بليت بمالك أو بملك يطغى فيك بحكم الأسباب والمسببات، لأنه مثلا يملك لك شيئا، يقول اللي حيسعدك بقى في الآخرة إن هو بس لوحده مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فاطمئن إلى أنك أنت فيه وقت حتخرج فيه من طغيان البشر او من طغيان الذين لا يأتمرون بمنهج الله، واطمئن جدا على انك انت ايه، ما فيش لا مالك ولا ملك باي معنى شئتها، ان كانت مالك ابلغ ولا ملك ابلغ، انما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الايه، الواحد القهار. ما تيجي تقول مالك او مالك يوم الدين، هنا مالك
أو مالك، وهنا يوم والدين. كلمة يوم دي العرف الشائع أو العرف الاصطلاحي أو العرف الفلكي أو العرف الجغرافي اللي بنعرفه احنا، إن كلمة يوم بتبدأ من وقت إلى مثله في القابل، يعني من شروق الشمس لشروق الشمس مثلا، أو من غروب الشمس لغروب، فهي تشمل ليلا وإيه، ده نسميه اليوم، ده يوم فلكي أو يوم إيه جغرافي. إنما لما نيجي اليوم في التشريع عندنا نقوم نجد أولا مالك يوم، ويوم ظرف زمان، مش ظرف زمان، كل حدث له ظرف زمان، يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه. أيوجد حدث أي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان؟ مش ممكن، لازم أي حدث وأي فعل يوجد في زمان وفي مكان. من الممكن أن يملك المكان ظرف الزمان، إنما كيف يملك الزمان؟ ما يملكش الزمان. ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين، أي مالك أمور يوم الدين، لأن ظرف الزمان ده ما يملكش. قال لك لا، ده ما يملكش عندك، إنما عنده هو يملكه، لأنه هو اللي يملك إطلاقه. يقول ابقى يوم الدين، اطلع يا يوم الدين. يبقى إذن هو اللي إيه، لا يجليها لوقتها إلا هو. يبقى مالك اليوم نفسه يجي إمتى؟ هو اللي يملكه، بس هو اللي إيه؟ اللي يملكه. بقى أنت قست الزمان والمكان، والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكية البشر، لكن ده احنا بنتكلم في الله. يبقى مالك اليوم، يتقول مالك أمور هذا اليوم كله. طب هو متى لم يكن مالكا؟ قال لك هو كان في ملك ومستخلف في ناس، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مديلهم حاجة، إنما في يوم القيامة مفيش حد هيبقى في إيده حاجة أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب ما هو كان قبل كده لمين؟ قال إيه، عند العاقل لله، لكن عند ظاهرية الناس ربنا مدي للناس تصرفات في أمور الناس، لكن في الآخرة مفيش إلا إيه؟ إلا هو. كلمة يوم بقى هنا هتطلق على 24 ساعة ولا هتطلق على مقابل الليل؟ تطلق على إيه؟ على مقابل الليل. أم قال لك سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يدل على أن الليل مقابل لا اليوم. يبقى إذن اليوم هنا معناها الإيه؟ معناها النهار. لا، اليوم معناه النهار، سبع ليال وثمانية أيام، يبقى فيه ليال وفيه إيه؟ لا، أيام. هنا في المنطق هنا ليالي وإيه؟ وأيام. طيب هو مالك يوم الدين ده، مدام هنا الليالي والأيام يبقى اليوم هنا معناه النهار. هي القيامة دي هتبقى بالنهار؟ طب ده احنا ما نعرفش هتبقى ازاي، ليلا او نهارا، مش كده ولا ايه؟ طب يبقى سماها يوم ازاي مدام اليوم عنده مش هو ال 24 ساعة، لان جايب مقابله النهار، مش كده؟ يبقى اليوم عن جاي مقابله الليل، يبقى اليوم عنده مقابل الايه؟ النهار. طب يسمها يوم ليه بقى؟ طب ده احنا ما نعرفش هتيجي بالليل او بالنهار. نقول له تعالى، لان النهار فيه استيقاظ الحركة، والناس قبل اليوم الاخر هتشملهم غيبوبة الموت، يبقى لما يجي اليوم كأنه ايه؟ استيقاظ منه، كأنه ايه؟ استيقاظ من الله. ولأن في اليوم الآخر هنتعرض بقى للإيه؟ للمجهودات والأهوال، وده محلها دائما الإيه؟ النهار ولا الليل؟ برضو الإيه؟ النهار. طيب أدي كلمة يوم، لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يبقى معناها إيه؟ إن أردت أن اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعة، يبقى كل 24 ساعة هو في إيه؟ في شأن، مش كده ولا إيه؟
وان اردت برضو اليوم اللي هو مقابل النهار يبقى هو برضو في شأن، يبقى كل نهار هو في شأن، مع ان شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا. مفهوم ولا لا؟ ما دام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا، يبقى لازم نشوف كلمة يوم دي نقول له الارتقاءات الكشفية اللي اكتشفنا بها أسرار الفلك علمتني إن بتقول الأرض كورة وبتلف حوالين نفسها في حركة، وبتلف حوالين الايه؟ الشمس في حركة، بينشأ عن لفتها حول نفسها ليلا ونهار، وبينشأ عن لفتها حول الشمس فصول. طيب ما دامت الأرض تدور يبقى قدر لي يوم كل منطقة، هنمسك خط واحد مثلا من خطوط الطول لأن هي دي اللي تبقى فيها ليل والنهار، مش كده ولا لا؟ لما تجيب خط من خطوط الطول وابدأ له يوم نهار، مش هياخد النص؟ طيب الخط اللي بعده يبقى بدأ نهاره بعد قد ايه؟ بعد مدة. الله، طب وانت ليه هتاخد بالخط ده؟ انت تاخد بالحركة، بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم، يبقى وانتهت غابت عن حتة يبقى بدأ ليل. طب وهي دائرة دائما، إذن ففي كل جزء من مليون لحظة، من المليون من اللحظة بيبدأ نهار وينتهي ليل. يبقى إذن لما نقول كل يوم هو في شأن، أنت بتحسبها كل يوم أنا ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم إيه؟ كل يوم بحتة. يبقى إذن هو في شأن لا ينتهي، لأن خروج ليل ونهار لا ينتهي أبدا، كل يوم يبدأ، كل لحظة يبدأ إيه؟ يبدأ يوم، كل لحظة يبدأ يوم، كل لحظة يبدأ يوم. إذن هو في إيه؟ هو في شأن دائما، في شأن دائما، مش معطل يعني، لا، هو في شأن دائما، لأن ما دام قال لك كل يوم تقول له يوم، يوم من؟ يوم الخلق جميعا. وما دام يوم الخلق جميعا كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيها. إذن فمعنى كل يوم هو في شأن تسميه يوم الآن، أي كل آن هو في شأن، لأن كل آن بيبدأ إيه؟ بيبدأ يوم. يبقى إذن مما يجعل الحق يستحق الحمد أنه مالك يوم الدين، لأن دي المسألة اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة. نقول له لا، أنت هتروح، ما فيش حد من زملائك أو من إخوانك الإنس ده هيبقى له سلطان عليك، اطمئن على دي، لأنك أنت هتبقى بقى على طول مباشرة. يبقى ده يطمئن مين؟ يطمئن العبد. في يبقى إذن من تمام ضمان الأمن في النفس البشرية أن يعتقد الإنسان باليوم الآخر. إن فاته جزاء على عمله في الدنيا من جحد الناس له، سيطمئن على أن جزاءه في الآخرة لن يفوته، وحين يوجد الجزاء في الآخرة يكون أربى فائدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا لدي حين أهديت له الشاة، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رسول الله يحب لحم الكتف، لحم الرقيق ده، فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاة؟ قالت تصدقت بها وبقي كتفها. قال كلها بقي إلا كتفها. نعم، كلها بقي. انت بتقول اللي بقي كتف ده، هو ده اللي راح، انما اللي بقي ليه؟ لان الكتف اخذناه لانفسنا، وغير الكتف اللي انت تصدقت به قدمناه لنا في اليوم الاخره، يبقى هو ده اللي باقي.
كلها ذهب إلا إيه؟ كلها بقية إلا كثيرة. ده بيدلنا على إيه؟ بيدلنا على أن الأصل الأصيل في النفع أن يكون النفع في يوم في اليوم الآخرة. أيوة، لأن هو ده النفع اللي مش هينقطع. احنا كنا قلنا في حلقة إن كل نعيم الدنيا مهما تنعم الإنسان إما أن يفوتني النعيم وإما أن أفوت النعيم. يبقى عظمة الآخرة في الجنة أن النعيم لا يفوتني وأنا لا أفوت النعيم. يبقى إذن من الخير أن يكون نعيمي هنا أو نعيمي هناك، لازم يكون نعيمي هناك. يبقى صدق رسول الله في كلها بقي إلا إيه؟ إلا كتفه. ولذلك دخل واحد على بعض الصالحين فقال له أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، فماذا قال له؟ انظروا إلى دقة الجواب، شراقية الأداء. قال له يا أخي إن الله أرحم بعباده أن يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم، ميزان كل امرئ في يد نفسه. لأنك تستطيع أن تغش الناس، إنما تستطيع أن تغش نفسك؟ قال لك ميزانك في إيدك، تستطيع أن تدرك أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك من يعطيك صلة ودخل عليك من يأخذ منك عطاء بأيهما تفرح؟ فسكت. قال إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ لماذا؟ قال لك لأن الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون، فالذي يعطيني يعمر دنياي والذي يأخذ مني يعمر آخرته. إذن فإذا كنت من أهل الآخرة أفرح بمن يأخذ مني أكثر ممن أكثر ممن يعطيني. ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل علي من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. ما بياخدش أجرة منه، بيديني إيه؟ بيديني زاد. إذن فكلمة مالك يوم الدين دي قضية ضخمة من قضايا العقائد. ساعة ما نعرف إننا كلنا مردودين إلى الإله، كنا في الدنيا قد يرد بعضنا إلى بعض، ولكننا في الآخرة لا نرد إلا لله وحده. يبقى هذا أمر يطمئن على أن إيه؟ المسائل كلها ستسير كما تحب، وأنت الذي تضع الإيه؟ الأساس. فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضية مشكلة. لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من قضايا الركنية في الإيمان. ليه؟ قال لك لأن لو ما كانش فيه إيمان باليوم الآخر كان يبقى القوي يأخذ بقوته، ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب. لأن الذي لم يستقم أراح نفسه وأخذ كل شهواته في الحياة، والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته، هؤلاء لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه، كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياتهم. ودكم هم اللي يبقوا إيه؟ اللي يبقوا ارتاحوا. فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على أن المبتدأ من الله والانتهاء إلى الله. إذن لا نضيع بين القوسين في غير الله، ما دام القوس الأولاني من الله والقوس الثاني إلى الله، يبقى احنا بقى نتأنزح ليه في وسط القوسين؟ لا، يبقى بين القوسين يجب أن يرد إلى مين؟ يجب أن يرد إلى الله. لاحظوا هنا شيء في اللغة، شيء يسموه ضمير الغيبة. الغيبة زي ما تجيب اسمه زيد حضر أو زيد قابلته، يبقى ده زيد ده غيب ولا غايب ولا مش غايب؟ غايب. إلا ما أنت قابلتك، مش كده؟
أنا تكلمت يبقى ده حاضر ولا لا؟ يبقى إذن فيه كم حاجة، غائب ها؟ ومتكلم اللي هو أنا، ومخاطب اللي هو أنت. أنا اللي بتكلم وأنت اللي قدامي خاطب، قرينتنا واضحة. إنما كلمة هو دي اللي هي على زيد الأسماء الظاهرة من الغائب كله. لما أقول إيه، لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى إيه؟ تكلم، مش كده؟ إنما قال الحمد لله لأن الله غيب، لأن الله غيب وقاعد يتكلم ورب العالمين غيب، ما مش قدامي يعني. وخدناها كلها بالإيه؟ بالعقديات، والعقديات كلها غيبية، مفيش أمر عقدي يجي في أمر حسي أبدا، لا يأتي أمر عقدي في أمر حسي أبدا. أتقول أنا أعتقد أنني جالس في مسجد الإذاعة وقاعد في الشعراوي بيتكلم؟ دي عقيدة دي؟ لأنها أمر حسي، ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الإيمان ولا البتاع. أنا أحس مش كده ولا إيه؟ فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب، ورب العالمين غيب، ورحمن ورحيم غيب، ومالك يوم الدين غيب. خلاص كان يجب أن يكون السياق إياه نعبد، مش كده؟ كان يجب أن يكون السياق في السورة إيه؟ إياه نعبد. لكن رحمن قول السياق ده بيسموه التفات. التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى إيه؟ كأنك استحضرت الغيب إلها، واستحضرته ربا، واستحضرته رحمانا، واستحضرته رحيما، واستحضرته مالك يوم الدين، فبان أمامك وأصبح مخاطبا. انتقل الغيب إلى إيه؟ إلى حضور الخطاب. بعد ما كان غيب بقى إيه؟ بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى إيه؟ عين يقين. فما تقولش إياه بقى هيظل غيب لإمتى بقى؟ ده أنت قعدت تجيب الصفات الغيب كده 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 لحد ما إيه؟ اختمرت صفات الغيب، بقى في بقيت في محضر الشهود. فقلت إياك نعبد وإياك نستعين. ساعة ما تشوف إياك نعبد، العبارة كانت تؤديها نعبدك، مش كده؟ ونستعين بك ولا إيه؟ لكن لما تيجي تقول إيه؟ أقابلك، ما يمنعش أن تقول وأقابل فلان، إنما تقول إياك أقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني، يبقى مش هتقول إلا هو، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن لما تقول أقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان، تبقى المقابلة مش خاصة. لكن إذا قلت إياك وتقدمها أقابل، ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والاسلوب يفسد. يبقى اذا يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده، بلك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد. ليه؟ لان لما تقول نعبدك الذهن يما اول ما يسمع يقول لك يمكن هيعطف حد تاني، لكن لما نقول اياك ونقدمها كده من اول الامر انحسمت، من اول الامر انحسمت العباده لله وحده. ليه؟ ام قال لك لان العباده دي خضوع لله، بيفعل ولا تفعل. ولذلك جعل الصلاه دي هي العباده، وجعل السجود هو منتهى الخضوع. ليه؟ ام قال لك لان الانسان المستقيم ده، طب ده الانسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة، مستوي القامة يعني مش قامته كده بالأرض، مستوي القامة. ولذلك لما يجوا يعدوا الواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة وحب يعني مش كده، يبقى مستوي القامة دي يبقى له ايه؟ أعلى وله أسفل. أعلى وهو هنا،
يوم يجي الخضوع ده يروح ايه؟ لا ولاع اعلى ده يخليه اسفل. شو الخضوع بقى؟ خضوع الخضوع المطلق. فساعة ما تقول اياك نعبد اي نخضع، واقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لانه بيكور نفسه. استواء القامة دي والراس المرتفع الشمخة دي بتيجي عند موطئ الايه؟ القدم. عند موطئ القدم. الله. يبقى اذا كان ذلك في القالب، يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريها على بعضنا، وانا نزل لله في الغيب وانت تنزل لله في الغيب. لا، هو عايزنا ننزل انزلالة مش قلب بس، قالب امام بعضنا عشان نفضع عبوديتنا لبعض. الله. تبقى عبادي عبوديتنا، يبقى ما يجيش اللي أعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده. لا، يقول تعالى هنا واسجد كده، علشان اللي انت بحكم أوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده وانت، يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له، عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر، والأدنى يشوف الأعلى برضو زيه. يبقى إذن السوائية في العبادة هنا، سوائية في العبادة، تبقى تديني ايه؟ عبادة، وعبادة لواحد، لأن العبادة لواحد تحميك من العبادة لملايين سواك. فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي. والله يريد الناس جميعا عبادا له وحده. أسأله سبحانه وتعالى أن يخلص عبوديتنا له لنحظى بخير السيادة منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.